عليكم البنات، اليوم راح نعطيكم وصفة تاع البغرير، وصفة ناجحة من أول تجربة، فيها مقادير بسيطة والنتيجة راح تفرحكم بإذن الله. نجوزو مباشرة للمقادير اللي هي زوج كيسان دقيق رطب، قلنا فيها زوج كيسان دقيق رطب، دقيق الفين ماشي الموايا، الدقيق الرطب تاع المحاجب ولا المسمن، فيها كاس فارينة، فيها 3.5 كيسان ما دوك نعبروهم مع بعض، فيها مغرف كبيرة خميرة تاع الخبز، فيها مغرف ونص سكر، فيها مغرف صغيرة ملح، فيها باكي خميرة وزن 10 غرام تاع الحلوى. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله طريقة التحضير. بون، جبت انا الباسينه اللي راح نوجد فيها البغرير ديالي ونخمر فيها او ميم طون. نديروا الكاس الاول تاع الدقيق الرطب اللي قلنا عليه، وقلت لكم نعاود لكم اشاك فوا لازم الدقيق ولا الفارينه ولا كل حاجه تتغربل. غربلنا الكاس الثاني كيما راهو موضح، نزيدوا كاس تاع الفارينه هنا باش هذوك لي غريم ولي في الفارينه ولا في السميد يتنحاو ونتحصلوا على نتيجه ما شاء الله. نحطوا المغرفة ونص تاع السكر، نزيدوا المغرفة الصغيرة تاع الملح، ونزيدوا نضيفوا هنايا المغرف الكبير، مغرف تاع الاكل بالنسبة للسكر والخميرة مغرف تاع الاكل، وبالنسبة للملح مغرف صغيرة تاع القهوة. هذه هنا مغرف كبيرة نضيفوها هنا فوق السكر. نخلطوا هاد المقادير كامل بالفوي باش ينسجموا. بعد ما خلطنا السميد والفارينه والخميره والسكر والملح مع بعض لازم ينسجموا كيما بهذه الطريقه، نضيفوا الكاس الاول تاع الماء، الماء دافي، نعبروا هنا بنفس الكاس. هنا لازم نخلطوا مليح مليح، علاش؟ باش كل شيء يتخلط مع بعضه، باش تما يا نخلطوا بالبرا يا عندكم الطاس البلندر خلطوا بالبلندر. دوكا هنا الواجد من الموجود، المهم يكون عندكم يا البرا يا الطاس. دوك انا على حسب ما راني نشوف الكميه كبيره على الطاس اللي عندي، انا هنا دوك نخلط باذن الله تعالى بالبرا. صافي ضفنا هنا الكاس الثاني، ضفنا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث، بسم الله على بركه الله. انا زدت عمرت السرابه، عمرته كامل كما نقولوا عمرته للاخر، يسمى هنا ضفت 3 كيسان والكاس الرابع عمرته كامل. دوك نشوف هنا على حسب نوعيه الدقيق، الا كان الدقيق يتشرب يسمى راني نضيف الكاس الرابع كامل، الا كان ما يتشربش راني نضيف 3.5 كيسان فقط. هنا نتحصلوا على خليط ما يكون ثقيل ما يكون خفيف، نعرفوا كامل الخليط تاع البغرير. هاد العمليه اللي لازم تخلطوا بالفوي بالخلاط اليدوي لازم تبداو بها هي الاولى، علاش؟ باش ما تفورسيوش الطاس تاعكم ولا البغا تاعكم. صديقكم باش راح نخدموا دوك. درنا 3 كيسان، دوكا هنا نزيد النص الاول نشوف. هاوليك الكاس موضح هنا، خديت منه هذا الكاس الرابع، خديت منه نص كاس. انا هنا ما نزيدش الماء باسكو الدقيق تاعي يسمى مليح، اني فلينور. دوكا انا هنا واش ندير، نقلب الخليط في الطاس، الباكي تاع الخميره نضيفه في الاخر. دوكا كي نخلطوا مده 5 دقائق ولا 6 دقائق سا ديبون على حساب كيفاش نتحصل على النتيجه كي نكون نخلط، ومن في الاخير نضيف الباكي تاع الخميره اللي قلنا وزن 10 غرام. نزيدو نخلطوا واحد 2 مينوت 3 مينوت الماكسيموم، دقيقتين ولا 3، ونعاودو نقلبوا الخليط هنا في هذا الباسينه ونخلوه واحد 5 دقائق ونجوزو مباشره للطياب. البنات خلطتو حصلت على هذه النتيجه، دوك نقلبوه ان شاء الله في الطاس. جبت الطاس ديالي اللي نرحيو فيه الفواكه، ندير فيه الخليط بسم الله. درت الخليط ديالي كيما موضح هنا في الطاس، راني نخلط فيه على درجه اولى فقط هنا باسكو نخاف نزيد درجة ثانية ولا ثالثة يفيدلي، دونك هنا نخليه غير في رقم واحد، نخليه يتخلط هنا على خاطرو مدة 5 دقائق، ومن بعد نضيفو الباكي تاع الخميرة اللي ذكرناه في الأول. دوك هنا البنات نضيفو الباكي تاع الخميرة اللي قلتنا عليه من قبيل، وزن 10 غرام.
تحطون بنات خلطتوا مدة 8 دقائق تحصلت على هذه النتيجة اللي موضحة قدامكم. هنا تحصلت على نتيجة بزاف رطبة، يسمى هنا السميد تاعنا كما نقولوا تخلط مع الفارينة والخميرة وباقي المكونات. دوك انا هنا واش ندير، نجيب الباسينة تاع التخمر ديالي اللي راح نخمر فيها، نفرغ الخليط ديالي هنايا نخليه مدة 5 دقائق ونك اون اتوندون تسخن لي المقله ولا الطاجين اللي راح نطيب فيه. انا راح نطيب في واحد المقله سبيسيال دايرتها للبغرير وتشوفوا النتيجه ان شاء الله معايا موضحه قدامكم. انا المهم الحاجه اللي نقولها لكم ونعاود لكم باللي هذا البغرير ناجح 1000%. نتمنى تجربوه وماشي راح تندموا، يحمر الوجه كيما نقولوا حنايا وهو بحال بحال، يسمى كيما تاع اللي المدلوك كيما تاع الروبو ما فيش فرق. برك هنا وشنو زدنا له اضافه اللي هي الباكي خميره باكين بيكين باودر كما يقولوا في الدول الخارج والدول العربيه، باكي خميره تاع الحلوه اللي ضفناها. دوك انا هنا واش ندير، نجيب الغطاء ديالي اللي نغطي به، نفرش تحت الباسينه طرشونه ولا باش يتفاعل لي بالخف، وناتوندو نسخنوا المقله مع بعض. بون البنات انا المقله ديالي سخنت هنا، نمسح هنا بشويه زيت البغرير تاعي، فرشت له طرشون كيما قلت لكم في الاول علاش هنا باش نتحصل على نتيجه مليحه، وجدت الغراف ديالي باش نخدمه خدمه بخور. هنا ديروا دائما الغراف تحتو اسيات باش ما تقطروش في الارض. هنا عندي واحد الكميه تاع الزبيب، حبيت كي نكون طيب فيه نرشو بحبيبه الزبيب من فوق. النتيجه اللي تحصلت عليها تاع البغرير بعد ما ريح 5 دقائق هذه هي. دوك نجوزو نطيبو حبيبات مع بعض باش تشوفوا النتيجه بعينيكم. نخلطوا البغرير تاعنا مليح كيما راهو موضح هنايا، عفوا كيما راهو موضح هنا، نخلطوا بهذه الطريقه مليح مليح تحصلوا على هذه النتيجه. قلت لكم ما ثقيل ما خفيف. دوك ندو غراف هنايا كيما هنا موضح، نمسح بهذه الطريقه، ندير الاسيات من تحت باش ما باش نتحصل على نتيجه مليحه. سمحوا لي نخدم وحدي ونجوز مباشره للمقله. نديرو حبه البغرير قيس الغراف تاع هذا تاع لي سكو به العشاء باش نطيحو كيما نقولو حنا حبه قد خدها. هاي ديك النتيجه اللي انا نتحصلوا عليها ويتقب ما شاء الله كامل مع بعض. قلت لكم نتيجه ناجحه وسهله وتحمر الوجه او ميم طون. هاي ديك او يتقب كامل مع بعضه. يعني بغرير ما شاء الله. دوك نطيبوا الحبيبه الاولى ونزيدوا نطيبوا الحبيبه الثانيه مع بعض، نطيبوا حبيبه مع بعض باش تشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها ان شاء الله. نضيفوا هنا حبيبه الزبيب اللي قلت لكم عليهم من قبل، يسمى هنا هذا الشيء اختياري، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. انا اليوم كما نقولوا قلت لكم لا فوا باسي عندي نفسه حبيت ندير حاجه شابه. هاو ديك البغرير تاعنا او يتقب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى تجربوه تفرحوا به عائلتكم، نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا عندي. نتمنى تدعموني قناتي جديده وان شاء الله يعجبكم وصفاتي. هاي ديك النتيجه اللي انا تحصلوا عليها. دوك نكملوا بقيه الحبيبات كامل هنا بنفس الطريقه. انا راح ندير لهم كامل الزبيب. الزبيب احنا هذا الشيء يرجع لكم، تحبوا تكثروا تحبوا تقلوا. انا حبيت كيما نقولوا ندير حبيبات هكذا برك نرشوا. شوفوا الطريقه اللي هو يتقب بها يعني ما شاء الله. نتمنى تجربوه وتفرحوا به عائلتكم وتدعوا لي بالخير.
النتيجة اللي تحصلنا عليها هذا هو البغرير. كما نقولوا حنايا بغرير وعليه الكلام، ما شاء الله عليه، خفيف ريشه. ما راكم تشوفوا درجه تاع البيضيه كي درتو في الخلاط تاع الطاس، تحصلت على هذه النتيجه روعه. نتمنى تجربوه، دوك نتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. البنات بعد ما طاب تحصلت على هذه النتيجه اللي متحقه قدامكم، نتيجه روعه، جا خفيف ما شاء الله. نقدمه هنا بالعسل، دهنته هنا بالزبده الحره. دوكا هنا كل واحد والمقدور ديالو، عندكم مارغارين ديروا مارغارين، عندكم زبده حره ديروا زبده حره. انا شريت تاع الميزان قيس 10000، عطاني يعني ما شاء الله دارت لي كميه لاباس بها. النتيجه اللي تحصلنا عليها اللي كان شديته بالكيردون، يعني النتيجه موضحه، ما عندي ما نزيد، ما عندي ما نقول، ما عندي نقول لكم غير جربوها، نتيجه ولا اروع. هاي ديك موضحه هنايا، ما بالزبيب زاد له كيما نقولوا حنايا، كيما نقولوا كيما تقول ماني الله يرحمها، زاد له عتاب يعني. الله يبارك، والله غير بنا ما شاء الله، شاهدكم في الجنه. نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، سلام سلام.